غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بروح المتوفي أخينا وصديقنا وحبيبنا أبو أسامة إن شاء الله خاتمة الأحزان تكون هذا عزاؤنا لكم وعزاء لأنفسنا وعزاء لكل من أحب أبو أسامة وعرف أبو أسامة. عندما نذكر استشهاد ووفاة الحبيب الغالي الأستاذ مهندس أبو أسامة مصطفى كبهة نتذكر العظام والقامات العالية والقمم الشماء وأصحاب الهمم وكذلك الهامات العالية مثال الشهيد محمود أبو هنود أيضا الذي استشهد أيضا في شهر 11 في عام 2001 يعني كما استشهد وتوفي الشيخ وصفي في شهر 11 2021 استشهد أبو هنود في 2001 أيضا شهر 11. طبعا كانت علاقة وثيقة بين الشهيدين الراحلين الحبيبين الكريمين أبو هنود ووصفي كبهة، لاقى في سبيل ذلك الكثير من العذاب والإهانة ويعني ذوي القربى كان ظلمهم أشد على أبو أسامة حتى من الاحتلال وقد ساوموه كثيرا حتى يسلمه حتى يدل عليه حتى يفشي أسراره ويعني بالترغيب وبالترهيب ولكنه رفض ذلك ويعني كما قال القائلون وعند الله تجتمع الخصوم. الشيخ وصفي كبهة يعني كما إخواننا إسلام جرار وجمال أبو الهيجة هم أبناء المنطقة أبناء جنين والمخيم وهم أبناء الحركة الإسلامية حركة المقاومة الإسلامية حماس وكذلك هم أبناء كتائب القسام ومن الطبيعي أن يكون الربط بينهم ربطا منطقيا ووثيقا إذ أن أخانا أبو أسامة لم يكن غائبا لحظة واحدة عن ميدان الجهاد والإعداد. شهر نوفمبر لطالما كان شهر الشهداء فيعني استشهد وتوفي أخونا الحبيب المهندس مصطفى كبهة في 11/11/2021 وكذلك الشهيد نور بركة في 11/11/2019 بعد أن صد مع إخوانه كتاب القسام هجمة استخبارية إجرامية للمخابرات الصهيونية في قطاع غزة وكذلك توافق يوم استشهاد أخينا أبي أسامة بيوم استشهاد الرئيس الشهيد أبي عمار رحمة الله عليه عام 2004 وكذلك وافق استشهاده في شهر 11 مع استشهاد الكثيرين من العظام والقامات العالية في شهر 11 من هؤلاء أيضا بهاء أبو العطا الذي استشهد في 12/11/2020 وكذلك الشهيد عز الدين القسام الذي استشهد في أحراش يعبد عام 35 في 19/11 وكذلك الشيخ عبد الله عزام دكتور عبد الله عزام الذي استشهد في عام 1989 في 24/11 ولا زالت أنواره و يعني تعاليمه و هديه يعني نستنير به حتى الآن. وقبل قليل ذكرت أخونا محمود أبو هنود الذي استشهد في 24/11/2001 وكذلك الكثيرون الآخرون الذين استشهدوا في شهر 11 منهم أيضا القائد الشهيد العسكري البطل الملهم الشهيد أحمد الجعبري.